أهم يعني أفراد الطاقم، أتعبنا كثير لكن يظل فرد مهم، يعني جاب الجنان للمصور عصام. صباح الخير. صباح النور يا سبيان، علينا وعليك. جننت المصور. من المصور؟ مدير التصوير. مدير التصوير فاروق الشرعبي. فاروق حبيبي، هو شوف ما جننت أبوش، أنا أنت اللي جننت أبو بالمحارشة حقك. بس أنت تستاهل عقوبة أحيانا. ما أستاهل. إلا يعني تفلت عملك وتروح تدور عمل غيره. لا إلا أنا أتلقى توجيهات من المخرج. المدير التصوير يقول في كثير من الأحيان ما يعطيك توجيهات وأنت من رأسك. لا إله والله العظيم، قسما بالله، أقسم بالله العظيم إنه من رأسه، هو مدير التصوير هو. ليش هلوش الكلام هذا؟ أنا أفدالك يا أستاذ مختار اللي سماه الفضول.